عليه بالديريكت هذا ضرب الاخر نقول لك غدوحنا الناس ملاح هذا السلام عليكم مرحبا بكم في تيولي امين نقولوا المهايا نقولوا الخيمه الكبيره احنا في العاصمه تيولي سبحان الله العظيم ريحنا نفطروا في القيطون اليوم تلاقينا مع السوق جا واحد السيد فطرنا كملنا قالنا الفطور ديالكم راه خالص واحد الراجل كبير ما صورتوش من سولت على واحد السيد كنعرفو بكري سميته محمد مبارك قال لي خويا وهذا هو السي محمد مبارك باقي ياك؟ نعم ما عقلتنيش لا ها؟ لا ما عقلتكش بصح هذا السيد هذا راه فايت 21 عام ولا واحد السيد في حي السلام كان بغى يمشي الرباط قال لك واش توصلني بالمرسيدس قلت له اصطم ومشيت معاه مشينا بالليل ومع الصباح وصلنا سيدي حرازم قلت له الله تنعموا سيدي حرازم واش هذا بسعاده؟ هذا السي محمد المبارك غني عن التعريف كان في حي السلام هذا هو بيريز كان داير واحد الفرقه سميتها ريال المهايا كنت نلعب معاه كره كنا مسكين يدينا يخلص علينا كل شيء يدينا نلعبوا خصنا غير نربحوا ونضربوا الشوا غادي نفضحوا غادي نفضحوا واحد النهار كنا لاعبين ضد الفرقه ديالهم قال لي لا ربحتوهم الشوا جا خارج فاس فاس واحد السيد قرده دار بحال ديك ديال الريال صيحه من قرده طاح فوق منه وبقى عليه بالديريكت هذا ضرب الاخر قال لي يا الحمار قال ما تخليش خالكي مركي عقلنا كبيرة مع المباركة يا خيرة كبيرة اليوم احنا بتيوني شكرا شكرا عزيزيك عمي مبارك لا بكرة مبارك هذا هو عمي مبارك هذا تيوني ومين تيوني هنا يا تيوني تولى في الصحراء يانا هذا يكون في سوق لازاري في كاع السوار لازاري في تيولي ناس ملاح واش هي الكريدي او كريدي اخو اهلا وسهلا قسموها داير ليها 8 تاع الناس ونقسموها يعني ارشا الطريقه اللي دايرين ها انتم تبارك الله هاد الناس ديال تيولي موافين بالخير موافين بالعرام ما كاين ما يوزنوش الخير معاهم والخير معاهم كلش منين كان الخير مال اليوم راه الجفاف يحبك واخا الجفاف شوف قال لك اللي عاش في الخير ما ينساش واخا يتفقر اللي عاش في الشر ما ينساش هاد الناس صحاب الخير وعاشوا بالخير واخا يتفقروا 40 سنه يبقى الخير باقي الاثار ديالو يعني شوف باقي الناس تشري بلا ميزان شراو طابله كامله بها بالخضره ديالها وكيقسموها غير هكذاك عرام 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 حنا هنا هذه العاصمه ديال المهايا تيولي الخيمه الكبيره العرش الاخضر الناس ملاح هادو فك الله سيدي الحاج راك مليح صاحبي درك لك باغي درك لك غدوحنا يا كذا يصورني باش يفوتني الليله في الوداع اسيدي الله يجعل يكون منكم والله يكثر خيركم والله ينصر مالكم الله يحفظك يا سيدي الحاج الله يسهل يعاونك هذا قلت صداقه صداقه شي واحد خلصوا شي واحد عبر لنا واحد الصداقه قال لك طاب مال اللي جايك شوف السيد عبر هنايا واحد الكميه قال له حطها اللي جاي ياكل يعني هذه ماشي ديال السيد حنا ناكل والله يخف على اللي نفق ياك ويقنع عليه دور الصداقه والله يخف حتى السيد تا راه مساهم قلت لكم المهايا الخيمه الكبيره ناكلوا غير حبه باش نخليو اللي جاي ياك ها هو السيد الله يخلف على من نفق الله يحفظك الله يجزيكم الله يخلف الله يجزيه بخير قول لي السيف الله يتقبل هنايا تيولي واش غير مهايا ولا كاين شي قبيله اخرى؟ مخلطه السوق تكون هي السكان لا لا السكان غير مهايا غير مهايا ولكن هاد الناس اللي كيجيو يجيبوا السلعه انت شي منين جاي؟ من نجده ولا؟ جراده يعني المهايا هادي تيولي تابعه للعمل ديال جراده ولكن السوق راه من نهار الخميس تعرف ولا 15 عام هو يشري عليا هذا كيدي بالكريدي ولا كيخلص؟ لا كيخلص الكريدي ما
هذا ما كاين لا هو الشفار الكبير هنا تيولي هذا راه مهياوي النص هنا ونص مكناس. شوف الدليح هذا 4 دراهم فوجدي حسبنا ب 7 دراهم ها علاش ما نعرف وعاد زيد عليها الطريق ترونسبور علاش كيبيعنا ب 4 دراهم وجدي 7 دراهم ايوا حنا نجيبوا شويه مروه جيبوا المروه هنايا يعني الناس بساطة وكيديروا حسابهم صحاب وجده لاباس عليهم الا بشكل دوك اللي تلاقيناه جلس تغدى نديرو الا بقينا هكذا الشهر ما غاديش يخرجوا من هنا ناتي ولا هذه العاش الخضر علاش يقول العاش الخضر الله يحفظكم ما عندك الزهر اليوم الزهره ما خدامينش كنت تاكل الشوا الله يحفظكم الله يحفظكم يلا اخوتي تيولي تحياتي العرش الاخضر المهايه هذه تيولي ما فيها غير المهايه المهايه ولكن الا جا نذكروا القبائل غادي ننساو نذكروا شي وننساو شي المهم المهايه كي البيع والشراء هنا في تيولي بيع وشراء الحمد لله البركه تاع سيدي ربي ما تخلاش ما تخلاش هنايا في تيولي اغلبيه كيعتمدوا على الكسيبه كل شيء الاغلبيه الاقتصاد ديالهم داير على الكسيبه انت اللي ديتها للدار ديتها واش وهذه هي المدرسه ديال تيولي الاعدادي والثانوي ما كاينش هنا لا ما كاينش هنايا كاين غير الابتدائي الاعدادي والثانوي كاين في تويست وكيديهم الطوبيس الصباح وكيجيبهم عشيه الجامعة القرية تيولي فيها مجموعة ديال الدواوير مجموعة ديال القبائل كلهم كينتميو للمهايا هذه تيولي المركز بعيدة على وجدة بحوالي 50 كيلومتر وعلى جرادة اللي هي الإقليم ديالها ب 35 كيلومتر الاقتصاد ديالهم كيعتمدوا غالبا كيعتمد على المشية وهذا اللي قدامنا هو المركز ديال الجامعة الخمسة ونص ديال الصباح خرجنا من وجدة باش نوصلوا للسوق بكري ولكن راكم تعرفوا مول الفيتيتي ديما كيقلب على الطريق المكرفصه حنا مشينا بيست دخلنا على ولاد ابراهيم طعنا المحصار هودنا على جلالات دخلنا لواد الحمار فتنا في هذه المخلفات اللي خلال المعدن اللي خلال الاستعمار وغنطلعوا على العقيبه الحمراء سيدي موسى المعراض ولكن اجي تشوفوا واش لقينا الناس كيديروا هنايا مزيان الله يعاونكم كي راكم دايرين راكم لاح هيا الله يعاونكم دابا هذا انتم شحال كتبيعوا الكيلو؟ كنبيعوا ب 60 درهم الكيلو 3 دراهم 3 درهم الكيلو شحال تقريبا تخرجوا في النهار كاع؟ نخرجوا 50 درهم للواحد 40 درهم نهار كامل؟ نهار كامل ضلوا هنايا في المافه ضلوا هنايا في هذا الماء الخوت حنا سيدي موسى المعراض هنا كاين جبيار ولكن حتى واحد ما فيه الدلو ما ما مرسى نجيب حبل نجمع الحبل ياك ولا السلسله مسخوه ولا السلسله ولا ها تركي غندير نقول الحل ولكن الحمد لله جايبين معنا الماء انا شفت معايا ثلاثه ديال القرايه ديال الماء علاش الماء ضروري الماء والخبز ياك الماء ضروري والتميره وجعلنا من الماء كل شيء حي حي قال لك ما ترمي الماء تذوق الماء صحيت يلا عمر يلا